جدران الحامية تلك عديمة الفائدة. إن كنت تحتاج إلى أجود أنواع الحرير، لكنك لا تريد إنفاق كل ما في محفظتك. أرأيت الثقوب في جدران الحامية؟ ما الجدوى من وجود الجدران إذا وجدت بها ثقوب؟ أتقصد البنيان؟ هناك حرس في كل مكان، لا أحد يدخل أو يخرج دون أن يقبض عليه. ربما يوجد مدخل على امتداد الجدار الشمالي، يجب أن ألقي نظرة. كف عن ذلك. لدينا أغراض كثيرة لنأخذها، ستحتاجون إلى أيدي لحملها من أجلك. تعديلات ابن علي لكتاب السند هند. انصرف. لا أريدك هنا. انصرف. لا أريدك هنا. انصرف. هذا سيء. تكون هذه طريقة للدخول. يوجد خادم هنا موال لعلي، سيكون في مكان قريب من المطبخ. حيثما يكون هناك مفتاح، يوجد قفل أو بوابة. ها هنا. هل تتابع علي؟ رأيت وشاحك الأحمر. وصيف في الحامية الداخلية لنسرع. أستطيع إدخالك من مدخل جانبي، لا يجب أن يرانا أحد. اتبعني من مسافة كبيرة وابق بعيدا. فهمت. أخبرني عندما تجهز. حسنا، لنذهب. سأسير في العراء تجنباً للريبة، اتبعني، ولكن ابقى مستتيراً. حاول البقاء في الخفاء. سمعت تلك الصرخات؟ تبدو كأشباح أو ما شابه. سمعت أن السجن مسكون. شيء
الآن سمعت الشيء نفسه عندما تشاهد الجدران. من الأفضل أن لا تعرف، لأن جولة العسل ستكون. عاد أمير الحرب وصيف، إذن لا مناص من أعمال العسس وصولاً إلى البنيان. إن ضبطت من يقتصد الطريق ستخسرون أجر أسبوع وستنفذون ميزانية. ماذا يجري؟ ماذا؟ يبدو كل شيء هادئا بما يكفي. لست صديقك، اهتم بشؤونك واسرع. الامور جيده الى الان، تذكر ابقى مختبئا. اذا اخفقت ما كان من المساعده، وعليك اكتشاف سبيلك الخاص. إنها الثكنان، غرفة وصيف أبعد بالداخل على الأرجح. أخيراً، سيقودك هذا الباب إلى وصيف. يجب أن أعود الآن. مهلاً، الآن تدفع الثمن. غرفة وصيف، إنها جرداء على نحو مدهش بالنسبة إلى رجل برتبته. هذا مقام واسع، لابد أن وصيف يحب والدته. you
يستقيموا. أمير الحرب على وشك الوصول ولن يتساهل مع أي إخلال بالنظام. هذا أفضل، الثقل جيد والتوازن أيضا، لكن المقبض صغير بعض الشيء. لنرى إذا كان النصل أفضل. من حمل علينا السلاح فليس منا. لقد اخترت الجانب الخطأ يا صديقي. الحكم لله، ليس لك. ما زال لزقا. هذا السيف يجعل أخاديد الدم أعمق. حان وقت طرح الوغد أرضا. علينا تحرير الآخرين. يمكنك قيادة رجالك إلى الخارج بعد ذلك. سأتولى أمر وصيف. إلى الخارج؟ لا تكن أحمق، إنها البداية المثالية. سندمر هذا المكان. مع آمر السجن. احذر، إنه أخطر مما يبدو عليه. ماذا ترى يا سيدي؟ مخاطرة كبيرة يا سيدي، سامحني.
الحمد لله. ماذا ذهب؟ ها هو أمير السجن. لن يطول الأمر. بإمكان إنكيدو الاستطلاع بأمان. اللعنة عليك! راقب سيدك!
مفتاح الزنازين. حان وقت تحرير الآخرين. شكرا لك. سيقودنا علي لأخذ ثأرنا من أجل بيشي.